اليوم الجامعة التونسية للبلدية الوردية تعمل يعني علاقة شراكة مع منتظمة ولا شريكة، شنو تنجم تكون العائدات؟ عرفتش عندنا فكرة على عقد الشراكة اللي بين أولى يونانية والجامعة التونسية للبلدية؟ بيان عندي فكرة، ممكن نخلي لوموطون يقولوا جماعة شريكة أولى يونانية، لكن الأهم من هذا هو معناها توقيع هذا العقد اللي هو شريك الإطار الأخير علينا وجاء في وقت باش يدعم أولى يونانية والجامعة التونسية للبلدية. بس كنت تحب تلوج على الموضوع، سا موضوع معناه فيه ديني معناه كان لحد اليوم بالمليون ما عادش فما ياسر بايس بدينا نختاروا سبونسور معناها ما نحبش نقول سبونسور، نحب نقول لي بارتنير نتاعنا، انت الموضوع اللي باش يقولنا اللي يكون موجودين على المليون، واليوم شركة ولا فرمي معناها لي سبونسور تولين جيت الجامعة التونسية. وقت اللي نقولوا مونطون باهي محترم، اسكو يكفي اليوم حاجيات الجامعة التونسية بالذات خاصة وهي قادمة على كل دبري قادمة عندها بطولة عندها يعني الفرق تحت الذمة نتاعها؟ نعرفش في وقت سابق الجامعة التونسية كل جد عندها صعوبات على مستوى النادي، نحب نعرف اليوم شنو نجم تزيد شراكة في النادي. زادت عندنا صعوبات، مش نقول لك حاجة باش تزيد كرة اليد معناها الجامعة تخدم معناها بالمرتاح يلزم البيجي كامل لي بارتي ولا بارتي، ثم داكورد وهذا دعم صغير لكن ما يكفيش تخدم الجامعة، الجامعة تعرف اليوم معناها كرة اليد وتعرف الأسعار وتعرف الديفالواسيون تاع الدينار تاعنا معناها ومشاركاتنا احنا في كرة اليد معناها ديما متواجدين على القناة، كل سنة عندنا 8 تظاهرات إقليمية ولا الدولية، هذا يتطلب دعم كبير كما تعرف ياسر الناس ما تعرفش زاده اللي الاتحاد الدولي لكرة اليد ما يعطيش معناها فلوس ودعم مش مشاكل في كرة اليد العالم معناها اللي لازمنا نضغطوا فيها ان شاء الله باش تنجح الدوله هذه تنظيميا ورياضيا، اللي كان كل رياضيا معناها نفوز بكاس. مكرم بالأيامات وصلنا ذلك كوب دافريك، شنو من وصلنا في التحضيرات شنو منتخب شنو التحضيرات كما قلت بدأت عندها مدة بدأت شهر أكتوبر لعبنا زوج مقابلات مع الفريق الأوكراني الحمد لله انتصرنا فيهم التحضيرات قاعدة متواصلة في اللاعبين اللي ينشطوا البطولة الوطنية نهار 25 إن شاء الله باش يتلم المجموعة الكل اللاعبين اللي ينشطوا في البطولة الوطنية واللاعبين اللي ينشطوا خارج حدود الوطن إن شاء الله باش نعملوا ترفس من نهار 25 نهار 30 يوفى بمقابلة ودية مع المنتخب المغربي بعد نرجع للتحضيرات نهار 1 جانفي نسافروا لسويسرا إن شاء الله باش نلعبوا دورة يالو كاب مع منتخب الهولندي ومنتخب السويسري ومنتخب الأوكراني اللي هما يحضروا زادة باش يلعبوا البطولة الأوروبية في شهر جانفي. بعد الروح عندنا مقابلة أخرى اللي باش يعلنوا عليها الجامعة إن شاء الله نهار 16 جانفي تبدأ البطولة الإفريقية. منتخبنا ظهري ما نحكيش عن حظوظ ظهري صاحب لقب منتخب، لكن المنافسة مش باش تكون سيرة ظهري منتخب منتخبات أكيد يعني ثم عنا منافسين قويين، المنتخب المصري، المنتخب الجزائري، المنتخب الأنغولي، المغربي، والرياضة الكرة اليد الإفريقية قاعدة تشهد في صحوة كبيرة. دونك لازمنا ناخذ كل ماتش وماتشوم، لازمنا نحضروا بالبري، لازمنا ما نخافوا من حد وما نخسروا حتى حد، والهدف نتاعنا نقولوا الاخير اللي هو المحافظه على اللقب نتاعنا.